بغيت بداية أكد على أن اللجنة الوطنية للترشيحات تم تشكيلها بناء على مقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية للحزب. لجنة مكونة من قياديين، من مسؤولين، من أطر. لجنة مكونة كذلك من مؤسسين من جيل الثاني وجيل الثالث. كان عنصر النسوي حاضرا، كل جهات المملكة ممثلة. اللجنة اشتغلت بتفاني وبروح المسؤولية ونكران الذات. اللجنة وضعت أمامها منذ البداية مصلحة الوطن ومصلحة الحزب. اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار أي أشياء أخرى غير النزاهة والديمقراطية كمبدأين أساسيين. اللجنة اشتغلت أيام وساعات، ملفات اللي طلبوا لنا أوقات طويلة نظرا لأهمية الموضوع، لأن طموح مشروع كان كيصعب في بعض الحالات اختيار مرشح أو مرشح. لكن اللعبة لا بد، في آخر المطاف يجب أن نقرر. اخترنا من خيرة التجمعيات والتجمعيين، لا يعني أن الآخرون من خيارات الحزب أبدا، ولكن كيف قال السيد الرئيس هما ربما فيهم استجابة للوضع الحالي اللي كتعيشه بلادنا. مناسبة كذلك لتأكيد ما يروج حول اللوائح الوطنية، كما قلتها في كلمتي جازما، لم نتداول في موضوع اللوائح الوطنية لسبب بسيط. كل وقت خصصناه اللوائح المحلية، لأن اللوائح المحلية هي اللي غتجيب لنا اللوائح الوطنية. ما ضيعناش الوقت، ومازال الوقت إن شاء الله ابتداء أن توصلنا بطلبات. كان واحد مددنا المدة باش نعطيو الفرصة لأكبر عدد الأخوات والإخوة يوضعوا طلبات ديالهم، وزدنا أسبوع، ولكن خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله اللجنة غتبدا تشتغل على المعايير، لأن أساسي. يمكن لي ناكد لكم مئات الطلبات توصلنا بها وغنتوصلوا بها، وشيء طبيعي، وهذه واحد الحيويه داخل الحزب، وحنا نفرح ملي كنشوفوا الطلبات كثيره. معايير لاختيار اولا المرشحين، ومعايير كذلك لترتيب المرشحين داخل اللوائح. السيد الوزير، شكون وزراء الحزب اللي غيكونوا حاضرين في الانتخابات ديالنا؟ بصدق كاين وزراء، كاين وزراء وكاين وزراء ان شاء الله غادي يزيدوا. لحد الساعه اليوم كاين الاخت مباركه بوعيده، كاين عبد الربيه، وزراء اخرين ان شاء الله من هنا لبدايه الاسبوع، لان ما حسبناش في اللوائح كلها، بقاو لنا بعض اللوائح، بعض الدوائر اللي ان شاء الله غادي نحسموا فيها بدايه الاسبوع. بصدق كيف قلت في البدايه، كاين طلبات كثيره، خصنا الاخوان في الدوائر ديالهم من نجعلوهمش يشعروا بان كنديروا لهم انزالات، اذا كنحاولوا نوفقوا. كاين اخوه وزراء اللي عندهم رغبه يزيدوا، كنحسموا في الدوائر ان شاء الله الاسبوع المقبل. ممكن نشوفوا مفاجات في لوائح الاحزاب، كيف ما الحال بالنسبه لبعض الاحزاب الاخرى؟ بالنسبه للمحلي ولا الوطني؟ لا بالنسبه للمحلي، كاين الاحزاب اللي استعنت باشخاص من خارج الحزب، سلفيين؟ لا، الحزب كان دائما وكان يعاتب على هذا الموضوع، انه هو منفتح للكفاءات، حزب لكل المغاربه، فتح على كفاءات وعلى اطر. كلي ناكد لكم ان لم نستعين بمثل هذا يعني المرشحين، حاولنا باش نفتحوا على العنصر النسوي، العنصر الشبابي والكفاءات، وهذا كان فيه توافق. وهذو من التوصيات اللي عملنا بها من طرف المكتب السياسي ومن طرف الرئيس، وهو الانفتاح على الكفاءات والانفتاح كذلك على التجديد، لأن أكيد هناك مجموعة الأخوات والإخوان تم تجديد يعني الثقة، تجديد الثقة فيهم أو ترشحوا من جديد، وكاين أخوات وإخوان اللي كيترشحوا لأول مرة. وهاد الأخوات والإخوان كان فيه تنسيق مع المسؤولين الإقليميين والجهويين في اختيارهم، لأن في حقيقة الأمر شكون اللي غادي تسوت عليه؟ هما هذوك الناضلات والناضلين، يعني كان واحد توافق
ونأكد أن كل قرارات اللجنة كانت بجميع أعضائها، مع العلم أن احنا يمكن نلتجئ للتصويت والقرار يلجي من الجميع، ولكن أخرنا اتخاذ بعض القرارات إلى حين نضج الفكرة ويكون هناك إقناع، وموسيقيين مشكورين ساعدونا جهويين وإقليميين وتوصلنا لتوافق الحمد لله. نتمناو في الدوائر الباقيه ان شاء الله الاسبوع المقبل وبالنسبه للوائح الوطنيه يكون نفس الطريقه ونفس المنهج. شحال ديال المقاعد اللي كتوقعوا ان التجمعين لها؟ حنا بغينا المرتبه الاولى. بغينا المرتبه الاولى.